اهلا باجمل عيله واجمل اصحاب واجمل اصدقاء في الدنيا. انا بعتذر جدا، انا عارف ان انا غايب بقالي فتره طويله قوي، بس ما تقلقوش انا كويس وادينا رجعنا اهوت وهنعوض ان شاء الله اللي فاتنا. انا برحب بيكم وبقول للجديد برضو اللي بينضم لنا اهلا وسهلا بيه وبرحب بيه، ويا ريت يعرفنا بنفسه عشان انا انزل بنفسي ارحب بيه، وبدعو اللي ما اشتركش في قناتنا ان هو يشترك. وتعالوا بينا نبتدي من خلال ما قراته يعني الفتره الاخيره على الانستجرام والفيسبوك. عملنا حلقة النهاردة، بص بقى الكلام ليكي كأنثى أو كبنت أو حتى كست كبيرة ممكن تفيدي بيه بنتك أو حد مثلا يعز عليك. أي شاب جاد، الشاب الجاد حط تحت الجاد دي مليون خط، لازم هيتبع معاكي مجموعة اختبارات كده، تيست بسيط كده عشان يعرف انت تنفعيله ولا لا. خلي بالك هنقولك على 5 حاجات، 5 طلبات، 5 كلمات يعتبروا كمين، يعتبروا فخ من الشاب او الرجل بشكل غير مباشر عشان يشوف انت هتنفعي ولا لا. هنبتدي كده. اول حاجة لو سألك عن ماضيك، هتلاقي الشاب داخلك ان هو جنتلمان وصبور وما بيهموش، ويقول لك جملة شهيرة قوي منتشرة: انا ماليش دعوة باللي قبل كده، انا هحاسبك على بداية معرفتك بيا، ويبدأ يرسم لك الأحلام الوردية ويقول لك: ما تكلمينا، انت عمرك حبيتي قبل كده؟ ارتبطتي قبل كده؟ طب كنت بتعملي، طب كنت بتحبيه قوي؟ طب خرجتي معاه؟ طب كان بيكلمك في الموبايل؟ طب كنت بتديله صورك؟ طيب، خلي بالك ده فخ. مفيش رجل في الدنيا جاد هيقبل ان هو يسألك وانت تقولي له اه كنت مرتبطة وحبيت وعملت وخرجت وهيكمل معاكي، صعب قوي. عشان تخلي بالك مهما قالك انا غير اي حد وانا ما يهمش معايا او ما يهمنيش الكلام ده وانا متفتح وانا فاهم وانا بحاسبك على اول معرفتك بيا، اوعي تصدقي الكلام ده. امال لو سألني اقول له ايه؟ لو قال لي حبيتي قبل كده اخاف اكدب، يطلع كان عارف بعد كده الموضوع يتكشف. ما تقولوا له، قولي له ارتبطت وما حصلش نصيب وكل واحد راح لحاله، واوعي تديله اي ايحاء ان انت لسه بتفكري فيه او ندمانه، حتى لو انت من داخلك ندمانه ما تتكلميش. حتى لو هتحكي عن سلبيات الشخص اللي انت كنت مرتبطه بيه غلط، كونك ان انت هتحكي عن انت مثلا مرتبطه بحد طلع مش كويس وسابك وبعد عنك، لو حكيتي مواقف حصلت بينك وبينه هتدخلي الشك اللي انت مرتبطه بيه حاليا، هتدخلي الشك جواه. فأحسن حاجة تقول ارتبطت وما حصلش نصيب وكل واحد راح لحاله. طب احكي، يحاول يقول لك احكي، عايز اعرف، يجرك في الكلام. اوعي. نصيحة الاختبار اللي بعد كده: عايز اشوفك في مكان هادي، عايز نقعد براحتنا نتكلم براحتنا، حتى لو خطيبك خلي بالك مادام ما فيش حاجة رسمية كاتب كتاب او زواج، لا. طب هنقعد في حتة لوحدينا وهادية كده ونقول كلمتين وانت فاهمة وصلك وحشاني. لا، اختبار فخ كمين. وما تسمعيش كلام صاحبتك لو قالت لك انا بقعد انا وخطيبة او انا وحبيبي في مكان هادي وعادي، لا كمين. وما تسمعيش كلام صاحبتك لو قالت لك انا بقعد انا وخطيبة او انا وحبيبي في مكان هادي وعادي، لا. نصيحة خلي بالك من النقطة دي فخ. هتيجي معايا؟ هتوافقي؟ رد فعلك ايه؟ كل ده بيكون انطباع وبيرسم الصورة بتاعتك عند الشاب ده. رجاء يا اصدقائي لو شايفين الحلقة دي مفيدة ندوس لايك، توصل لبقية اصدقائنا يعني نشارك كلنا في الثواب بتاع تقديم النصيحة دي في بنات كتير مش عارفة. انت ممكن تكوني بتتفرجي على الحلقة دلوقتي وفاهمة الكلام ده، في غيرك صدقيني غرقانة مش عارفة. لما تسمع حلقة زي دي هتثبت على موقفها، اللايك ان شاء الله يوصلها لبقية اصدقائنا. الفخ التالت، الطلب التالت، الكلمة التالتة: هو شافك وعارفك، لازمتها هي يقول لك ابعتي لي صورة ليكي حتى لو خطيبك. طب وانت سايبة شعرك؟ طب والقصة نازلة؟ طيب ولبس بيتي؟ اوعي اوعي اوعي، مهما كنت شايفة ان ده عادي انا بقولك فخ، انا بقولك كمين، انا بقولك ان ده اختبار. وانت مش عارفني شكليا؟
هو انت مش عارف صورتي؟ هو انت مش شايفني؟ انت عايز صورة ليه؟ الا لو في دماغك حاجة تانية انا ومعظم اللي بيشوفوني فاهمينها. يبقى خلاص، دي تالت حاجة. رابع حاجة، ودي في كتير ما بياخدش باله منها، او في كتير من البنات ما بتصحاش ليها، يعزم عليك فلوس، يطلب يجيب لك هدايا وانت تتمادي معاه. محتاجة فلوس؟ اه والله محتاجة، ده انا عايز اجيب وعايز اعمل شعري وعايز اجيب ميك اب وعايز اخرج وعايزة وعايزة. مش حلو، لازم تباني قدام الشخص اللي انت معاه قنوعة. قنوعة، لا والله شوف انت الحاجات اللي ابقى اعمل بيها مصلحة، حسن بيها ظروفك، لا انا مش عايزة حاجة، ربنا يخليك ليا، وجودك عندي اهم. هي دي اللي فاهمة، هي دي اللي فاهمة، هي دي اللي بتعرف ازاي تتعامل مع تركيبة الرجل. كل دي اختبارات اشوفها. طمعانة فيا؟ طمعانة في فلوسي؟ هتنهبيني وهتبقى عايزة اللي تطوليه مني فايدة ولا لا؟ فهختبرك. ايه رأيك؟ إيه، نجيب الحاجة دي ولا نجيب الحاجة الغالية دي؟ لا هات الغالية دي. طيب ايه رأيك اعزمك على اكلة مثلا ولا اعزمك على اكلة؟ لا دي. لو لاحظ ان انت دايما عينيكي على الحاجة الغالية وما بتقبليش بأقل منها، والفلوس اللي بيعزم عليكي بيها او بيديها لك بتاخديها، دي مش حلوة في حقك. خليكي قنوع في النقطة دي. كتير من الرجال في فترة الخطوبة بالذات يركب جناحات ويطير لما يلاقي خطيبته كده. خلي بالكم، او حبيبته يقول لك امال بعد الجواز هعمل ايه؟ انا دلوقتي معايا فلوس، افرض بكرة الدنيا قصرت هجيب لها منين؟ خلي بالك، في كتير قوي من البنات ما بتصحاش للحتة دي. خامس حاجة او خامس فخ، وركزي معايا، ممكن تلاقي الشاب او اللي انت مرتبطة بيه او حتى خطيبك يقول لك بقول لك ايه، ما تيجي نقرب المسافات لبعضها وعرفيني على اهلك. خلي بالك ان هو ممكن يكون عايز يتعرف على البنات اللي في اهلك، على البنات اللي في اهلك، مش على اهلك، مش على الرجالة اللي في اهلك. خليك واعية للحتة دي، اوعى تديله رقم اختك او صاحبتك او بنت خالك او بنت عمتك او الخ. اوعي، انت عايز تتعرف على اهلي، رقم بابا، رقم اخويا، رقم ابن خالتي، ابن عمي، رقم بنتي. لا، ومفيش حاجة، سيبك من الاسطوانة، اللي هو حبيبي وخطيبي وحتى جوزك، حتى جوزك. خلي بالك من الحتة دي برضو، الكلام مش للي هي مرتبطة قبل الجواز بس او المخطوبة بس. اوعي تديله رقم بنت او تعرفيه على واحدة صاحبتك، اختك، قريبتك. اوعي اوعي، نصيحة، ده فخ ممكن تقع فيه ويدمر لك لا قدر الله حياتك كلها. انا بحبكم جدا وهتوحشوني على ما نلتقي. احنا عندنا حلقة تانية على قناتنا التانية، اسأل محمد وعيلته، يا ريت تشتركوا فيها، بنحل فيها كل المشاكل، وفيها كل يوم تقريبا درس مستفاد. الانستجرام والفيسبوك بنعمل لايف عليهم، الروابط دي كلها في وصف الفيديو وفي اول تعليق. يا ريت تشرفوني بالانضمام، وبحبكم وهتوحشوني.